شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول ثواب القبر وعذابه، على أثر المرحلتين المتقدمتين، وهي مرحلة تسجيل الأعمال في القبر، والسؤال في القبر. يتقرر مصير الميت، منكر ونكير، إما يسلمان الميت إلى ملائكة الرحمة، وإما يسلمان الميت إلى ملائكة العذاب. وفي الحديث المروي: القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران. وفي حديث آخر الراوي يسأل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ضغطة القبر، فيتعوذ الإمام صلوات الله عليه من ضغطة القبر ويقول: نعوذ بالله منها.
ثم يضيف الإمام: ألا أحد يفلت من ضغطة القبر. ولذلك عندما توفيت رقية بنت النبي الأعظم أو متبناة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، النبي وقف ودموعه تجري وتذكر ما عانت هذه المرأة في حياتها، وطلب من الله سبحانه أن يهب له رقية من ضغطة القبر. في عذاب القبر وثوابه هنالك مباحث ثلاثة: المبحث الأول مبحث في هوية هذا العذاب وهوية هذا الثواب. المبحث الثاني في بعض ما يوجب عذاب القبر. المبحث الثالث في بعض ما يدفع عذاب القبر. أما المبحث الأول فهو مبحث نظري: ما هي ماهية هذا العذاب؟ وما هي ماهية هذا الثواب؟ وبماذا يتعلق الثواب والعقاب في القبر؟ هذه القضية وإن كانت قضية نظرية ولكنها تلقي بعض الضوء على مجموعة من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. في هذا المجال توجد هنالك نظريتان: النظرية الأولى هي التي يذهب إليها العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في كتابه بحار الأنوار. قبل أن أذكر هذه النظرية أقدم لها بمقدمة. وهذه المقدمة هي أن الإدراك الحسي يتوقف على شروط موضوعية، إذا وجدت هذه الشروط الموضوعية يكون الإدراك الحسي ممكنا. أما إذا انتفت هذه الشروط لا يمكن لك أن تدرك الظاهرة
وإن كانت ظاهرة مادية. لنمثل بمثال لتقريب الفكرة. العين الله تعالى خلقها فينا للرؤية، ولكن هذه الرؤية لا يمكن أن تتم إلا عبر شروط. إذا كان هنالك ظلام مطبق، العين لا تتمكن أن ترى. الشيء موجود، له وجود مادي، ولكن لأن شرط الرؤية، شرط الرؤية أن يكون هنالك مقدار من النور، وإن كان هذا الضوء ضوءا خافتا، أما إذا كان هنالك ظلام مطبق، أعيننا لا تتمكن أن ترى. الشيء الذي تراه يجب أن يكون على مسافة معينة منك. إذا كان هنالك قرب مفرط، أو كان هنالك بعد مفرط، هذه العين لا تتمكن من الرؤية. هل عيونكم ترى أجفانكم؟ هذه الأجفان الملاصقة للعين لا ترى، لأنها قريبة جدا. الشيء البعيد جدا، هنالك بعض الطيور ترى على بعد 4 كيلومترات كما ذكر في الكتب العلمية. من ارتفاع 4 كيلومترات ترى فريستها في الأرض، ولكن أعيننا لا تتمكن عادة من ذلك. مثال آخر، هذا المثال إذا كنتم تطرحونه قبل 100 عام أو قبل 200 عام، كان مثار للإنكار وكان مثار للرفض. هذا الجو مشحون ومملوء بالذبذبات الصوتية، هذا الجو الذي نعيش فيه. إذا أنتم كنتم قبل 200 عام تقولون للأفراد أن هنالك ذبذبات، أصوات، الصوت عبارة عن ذبذبات متحركة في الجو أو في الماء أو ما أشبه ذلك. هذه الذبذبات المتحركة يقال لها صوت. إذا كنت تقولون هذا الجو مشحون بكائنات مادية بأصوات، ولكننا لا نسمع هذه الأصوات المادية، لعله ما كان واحد يقبل منكم هذا الكلام. إذا حقيقة أكو كائن مادي، لماذا لا نسمعه؟ ولكن العلم الحديث يثبت
أن الذبذبات الصوتية يجب أن تكون في مستوى معين، يحددون هذا المستوى أقل وأكثر. إذا شيء خرج عن هذا الحد لا يمكن لهذه الأذن أن تلتقطه. فإذا قيل لكم إن هنالك ظاهرة مادية تعيش في عالم الطبيعة ولكن لا يمكن لكم أن تروها، لا يمكن لكم أن تسمعوها، هذا المطلب قابل للقبول العلمي، يعني له إمكان علمي بالإضافة إلى أن له إمكانا عقليا، عندنا إمكان عقلي وعندنا إمكان علمي، هذا الشيء له إمكان عقلي أولا وإمكان علمي ثانيا. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في بحار الأنوار في كلام له يقول إن هذه الحقائق المذكورة في الروايات بعضها يعبر عن ظاهرة مادية وتتعلق بهذا البدن المادي، ولكن لأن الشروط الإدراك المادي مفقودة لا نتمكن أن ندركها. نعم يمكن لأولياء الله سبحانه وتعالى أن يدركوها، كما أن هذه الأذن لا تتمكن أن تلتقط هذه الأمواج، ولكن جيبوا جهاز مسجل راديو يلتقط هذه الأمواج، لأن هذه الأذن ما إلها القابلية وجهاز الراديو له تلك القابلية. أولياء الله سبحانه وتعالى يمكن أن يشاهدوا ضغطة القبر كظاهرة مادية، ولكننا لا نتمكن أن نشاهد ذلك. يقول ويرد إليه الحياة، الحياة ظاهرة مادية على الأقل بآثارها في القبر، إما كاملا أو إلى بعض بدنه كما مر في بعض الأخبار. ويسأل بعضهم عن بعض العقائد وبعض الأعمال، ويثاب ويعاقب بحسب ذلك، وتضغط أجساد بعضهم، هذه ضغطة القبر التي قل أن يفلت منها أحد كما في الحديث الشريف. وإنما السؤال والضغطة في الأجساد الأصلية، يعني هذه الأبدان المادية تسأل
وهذه الأبدان المادية تضغط، وهذا القبر المادي يفسح للميت لبعض الأموات مسيرة شهر أو مد بصره. هذه هي النظرية الأولى. النظرية الثانية ترى أن هذه المثوبات وهذه العقوبات تتعلق بنشأة أخرى وبمعادلات نشأة أخرى. اختلاف النشأتين، الاختلاف النوعي فيما بين النشأتين، هذا يشكل مانع عن الإدراك. الشيء الذي يكون عيانا في نشأه يكون غيبا في نشأة أخرى. كمثال على ذلك، هنالك رجل نائم عندكم، هذا النائم الآن مدركاته تتعلق بنشأة ثانية غير هذه النشأة، النشأة المادية، لأن واحد عندما ينام كما في الأحاديث الشريفة روحه ترتفع إلى السماء ويشاهد أشياء في تلك العوالم وتلقى إليها أشياء، يلتقي ببعض الشياطين، لعله يلتقي ببعض الملائكة، ولكن هذه نشأة ثانية. الاختلاف النوعي لنشأتين مانع عن الإدراك، لذلك هذا الميت يشاهد أشياء لكن لا يشاهد بعينه، يشاهد بروحه. ربما يشاهد أشياء مؤذية ويصرخ ويعرق بدنه ويقوم من النوم مرعوب خائف، ولكن أنتم لا تدركون شيء، أنتم تشوفون هذا البدن الماد، لا تشاهدون شيئا من ما شاهد، لأن هذا داينا يشاهد في نشأة ثانية. فهذه العقوبات وهذه المثوبات تتعلق بنشأة أخرى وتتعلق بحقيقتك. ما هي حقيقتك؟ الحقيقة التي تشير إليها بأنا. عندما تقولون أنا إلى من تشيرون؟ عندما تضيفون أعضاء البدن إليكم تقول يدي، هذه الكلمة مكونة من مضاف ومضاف إليه، يد وأنا، يدي. هذه الياء تمثل ماذا؟ عيني، رجلي، قوايا، هذه الياء تمثل حقيقتك، وهذه الحقيقة هي الروح. خلايا البدن كما يقول العلماء تتغير خلال أعوام، كل خلاياكم اللي كانت قبل 10 أعوام تغيرت كلها تحقيقاً
أو تقريبا. أنتوا لا تمثلون الوجود اللي كان قبل 10 أعوام، أنتوا موجود جديد، ولكن شعوركم الباطني أنكم هو نفس الموجود القديم. ليش؟ لأن حقيقتكم هي روحكم، مو هذا البدن الذي تلبسته الروح. فهذه المثوبات تتعلق بتلك الحقيقة وتتعلق بالقالب الجديد الذي تلبسته تلك الحقيقة. القالب الجديد هو الذي شرحناه فيما مضى، البدن المثالي الذي هو كائن تنطبق عليه معادلات نشأة أخرى. هذه النظرية الثانية هي التي يميل إليها الوالد رحمة الله تعالى عليه في كتابه فقه العقائد. على كل حال، هذا بحث نظري حول ماهية العذاب والثواب الذي يجري في القبر، وأنه يتعلق بماذا؟ البحث الثاني وهو بحث عملي، الروايات الشريفة تشير إلى بعض العوامل التي توجب العذاب في القبر. في بعض الأحاديث أنه يسلط على الميت 99 تنينا. هذا الحديث مذكور في بحار الأنوار، تنهشه وتكسر عظمه. إحدى الأشياء التي أشير إليها في الروايات من عوامل عذاب القبر، وهذه القضية تشكل مشكلة عامة أغلب الأفراد يعانون من هذه المشكلة، وهذه المشكلة هي المشكلة الأخلاقية. الأخلاق تارة نحن نظن أنها تعني الابتداء بالسلام، مثلا تعني البشر، هذا يمثل جانب من الأخلاق. الأخلاق عبارة عن المنهج، الأخلاق عبارة عن السلوك. أغلب الأفراد يعانون مشكلات أخلاقية، يعاني مشكلة أخلاقية مع شريكه، يعاني مشكلة أخلاقية مع زوجته، المرأة تعاني مشكلة أخلاقية مع زوجها. الأخلاق يعني إذا رجل
مستبد برأيه في البيت، هنالك أفراد يريدون تحكيم رأيهم، رأيه يجب أن يكون هو الحاكم، لا يمكن لأحد أن يناقشه. هنالك في الحديث المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل أهله بشهوته. ماذا نأكل اليوم؟ الرجل يفرض لأنه العنصر الأقوى في البيت، هذه من صفات المنافق. المرأة عندما تسألكم ماذا نأكل اليوم، الجواب على ذلك ما تفضلين، هذا ما يقوله الحديث. المؤمن يأكل بشهوة أهله. إلى أين نسافر في العطلة الصيفية؟ أنا رأيي أن أسافر إلى المنطقة الكذائية، ولكن الزوجة رأيها أن نسافر إلى منطقة أخرى. الأخلاق يعني أن الرجل يتنازل للمرأة والمرأة تتنازل للرجل. الأخلاق يعني أن لا يكون في كلام الرجل تصريح أو تلويح أو تعريض، وعدم الأخلاق يعني أن يكون في كلام الرجل أو في كلام المرأة تعريض أو تصريح أو تلويح. هذه المشكلة الأخلاقية في البيوت إحدى العوامل المهمة في عذاب القبر، وقبل ذلك في عذاب هذه الدنيا. الرجل مو مرتاح في بيته، المرأة مو مرتاحة في بيت، الرجل لا يرتاح لزوجته، المرأة لا ترتاح لزوجها. واحد كان ينقل حول رجل من الرجال لا أعرفه طبعا، كان يقول هذا عندما يأتي إلى بيته الأطفال يبدأون بالارتعاش والرجف، وعندما يخرجوا من البيت يشعرون بالراحة، يتنفسون نفس ارتياح. هذه في الواقع روح صدام وروح الصداميين، لكن في هذا المستوى. هذا الرجل إذا كان في بيده ما بيد صدام ربما فعل مثل ما فعله صدام، ولكن ما يتمكن من ذلك. أحيانا الرجل في بيته تكون له روح صدامي، والمرأة في بيتها تكون لها روح صدامي. هذه الرواية موجودة في الكافي الشريف عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول الإمام إن التكبر قد لا يخلو منه صنف من الأصناف. التكبر، التجبر، ها
هذا مو فقط خاص بالملوك، كل صنف من الأصناف يمكن أن تكون فيه هذه الحالة. الله تعالى يقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين. ثم الإمام صلوات الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وآله في يوم من الأيام كان يمر على طريق، في طريق، وإذا بامرأة سوداء تلقط السرقين. عمل جدا متواضع، ولكن لاحظوا العمل المتواضع ولاحظوا الروح. فقيل لها تنحي عن الطريق، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يمر. فلم يقبل، فلم تقبل بذلك، رفضت أن تتنحى. فهم بها بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله، إما هم بتنحيتها بالقوة، أو هم بتأنيبها بتعنيفها، فقال النبي صلى الله عليه وآله دعوها فإنها جبارة. هذه الرواية في الكافي، امرأة تلقط السرقين ولكنها تحمل روح الجبابرة وروح الطواغيت. هذه الحالة يمكن أن تكون لنا في بيوتنا. هذا يسبب أولاً العذاب في الدنيا، عذاب الدنيا، والشيء الثاني يسبب عذاب القبر كما في الأحاديث الشريفة. هذه الرواية نقرأها رجل معروف، النبي صلى الله عليه وآله قال عنه إنه من خيار عباد الله، والنبي صلى الله عليه وآله لا يبالغ، وله مواقف عظيمة. وعندما توفي ذلك الرجل فعل النبي معه صلى الله عليه وآله ما لم أعهد أنه صنعه لأحد. النبي صلى الله عليه وآله تبع جنازته بلا حذاء ولا رداء، لعله النبي يريد يقول أنا من أهل المصيبة بهذا الرجل، أنا المعزى في هذا الرجل. ثم كان يأخذ يمنة السرير مرة ويسرة السرير مرة حتى انتهى به إلى القبر. فنزل النبي صلى الله عليه وآله حتى لحده هو بنفسه، أدخله في لحده وسوى اللبن عليه، جمع لبنه يعني الطوابيق، وجعل يقول ناولوني حجرا ناولوني ترابا يسد به ما بين اللبن. فلما أن فرغ وحث التراب عليه وسوى قبره قالت أمه هنيئا لك الجنة. هذا الرجل بهذه المواقف قطعا
هو من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: مه لا تجزمي على ربك فإن سعدا قد أصابته ضمة، أصابته ضغطة القبر. الله تعالى عاد كل شيء في مكانه، صلاة الليل في مكانه تثاب عليها، ولكن هذا العمل السيء أيضا في مكانه. بعد ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وآله: لماذا فعلت هذا العمل؟ فقال صلى الله عليه وآله: إن الملائكة كانت بلا رداء ولا حذاء فتأسيت بها، وكانت يدي في يد جبرائيل آخذ حيث يأخذ، يعني يمنة السرير ويسراها. وفي بالي أنه في بعض الروايات شيعه 70,000 ملك. قالوا: قلت إن سعدا قد أصابته ضمة؟ فقال صلى الله عليه وآله: نعم، إنه كان في خلقه مع أهله سوء. انطباعي عن هذه الرواية أنه ما كان سيء الأخلاق، وإلا لقيل إنه كان سيء الأخلاق مع أهله. إنه كان في خلقه مع أهله سوء، كأنه شيء من السوء. هذا الضغط على الأهل يتبعه ضغطة القبر. ضغطت على أهلك في الدنيا فالقبر يضغطك في القبر. وهنالك أيضا رواية أخرى تعبير آخر، فقال النبي صلى الله عليه وآله: إن سعدا كان في لسانه غلظ على أهله، شوية خشن كان، شوية عنيف كان. البحث الثالث والأخير: بعض ما يدفع عذاب القبر. نذكر منها ثلاثة. الشيء الأول، نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا له، صلاة الليل هذه تدفع عذاب القبر. عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: وعليكم بصلاة الليل، فما من عبد يقوم آخر الليل فيصلي 8 ركعات صلاة الليل، وركعتي الشفع، وركعة الوتر، واستغفر الله في قنوته 70 مرة، إلا أجير من عذاب القبر ومن عذاب النار، ومد له في عمره، ووسع عليه في معيشته. إذا واحد مد يبدأ بصلاة الليل، يتعلم على صلاة الليل، وإذا يوم من الأيام ما قام لصلاة الليل يبكي لأنه لم يوفق تلك الليلة لصلاة الليل. الصعوبة فقط في المرحلة الأولى. الشيء الثاني، أن يدفن الفرد في المشاهد المشرفة، هذا مهم في دفع عذاب القبر إن شاء الله.
من المستحبات في الفقه أن ينقل الميت إلى الأماكن المشرفة، أن ينقل إلى مكة، مكة حرم الله، أن ينقل إلى المدينة المنورة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما كان في هذه النشأة كان وجوده أمانا. في تلك القضية ذلك الرجل عندما نصب النبي صلى الله عليه وآله عليا أميرا للمؤمنين، جاء ذلك الرجل الفهري وقال له: هذا من عندك أو من عند الله؟ فقال: بل هو من عند الله. فقال الفهري: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، أو فأنزل علينا حجارة من السماء، أو ائتنا بعذاب أليم. لاحظوا هذه الكلمة، النبي صلى الله عليه وآله قال له: إما تب وإما تنح عن، ابتعد عن. الوالد رحمه الله يقول: لماذا قال له النبي تنح عن؟ هذا رد على النبي صلى الله عليه وآله في أهم قضية، وهي قضية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي يقول: هذا من عند الله. يقول: إن كان هذا هو الحق، يعني مشكوك. الوالد رحمه الله يقول: لماذا قال تب أو تنح؟ يقول: لعله، راجعوا سورة الأنفال الآية 33، يقول: لعله لأن القرب إلى النبي أمان من عذاب الله. العذاب هنا نميج. فركب الرجل راحلته وابتعد وخرج بعيدا، وجاءته تلك الصخرة التي فلقت هامته. النبي صلى الله عليه وآله كما كان في هذه النشأة عندما كان موجود بوجوده المادي أمان، فهو كذلك عندما ارتحل إلى جوار ربه. النبي صلى الله عليه وآله موجود، فواحد يدفن عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هذا أمان بإذن الله تعالى، أمن من لجأ إليه. الدفن في النجف الأشرف، لماذا واحد يدفن في مقبرة بلده التي لا يوجد فيها ولي ولا إمام، ينقل إلى النجف الأشرف؟ في الأحاديث المعتبرة إن الدفن في النجف الأشرف أمان من عذاب القبر، وأمان من سؤال منكر ونكير. الدفن في كربلاء المقدسة التي هي قطعة من قطع الجنة، صاحب الجواهر رحمة الله عليه في الجواهر له عبارة لا بأس أن أقرأها. يقول صاحب الجواهر رحمة الله عليه: في بالي أني سمعت من بعض مشايخنا ناقلا له عن الفاضل المقداد أنه قال: قد تواترت الأخبار، أخبار متواترة، أن الدفن في سائر مشاهد الأئمة صلوات الله عليهم لا فقط في النجف الأشرف مسقط لسؤال منكر
ونكير. هذا هو العامل الثاني. العامل الثالث، السؤال من الله سبحانه وتعالى للميت. هذه الرواية مذكورة في مستدرك الوسائل المجلد الثاني صفحة 372 عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا هذه كلها مقتضيات لا علل تامة، يجب أن تكون في ذلك الشخص قابلية. عندما الطبيب يقول لكم هذا القرص شفاء من الزكام مثلا، هذه علة تامة؟ لا، وإنما يجب أن تكون هنالك مقتضيات حتى هذا القرص يأثر أثره، هذه أيضا مقتضيات. وإلا إذا كافر يدفن في النجف الأشرف، هذا ينقل إلى وادي برهوت. النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في هذا الحديث: ما من أحد يقول على قبر ميت إذا دفن 3 مرات: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هذا الميت 3 مرات، تقسم على الله بأحب خلقه إليه إلا رفع الله عنه العذاب إلى يوم ينفخ في الصور. الطلب من الله سبحانه وتعالى. ينقل أنه كان هنالك رجل توفي في البادية، ما كانوا يعرفون أن يصلوا عليه صلاة الميت، انتظروا إلى أن جاء أعرابي وقالوا له صل عليه صلاة الميت، تعرف؟ قال نعم. فوقف ونطق بكلمات وذهب. رأوا الميت في عالم الرؤيا في حالة طيبة، قالوا له: لماذا أنت في هذه الحالة الطيبة؟ قال: نفعتني كلمات ذلك الأعرابي. بحثوا عن الأعرابي، قالوا له: ماذا قلت؟ قال: أنا ما أعرف صلاة الميت، أنا وقفت على هذا الميت وخاطبت الله سبحانه وتعالى وقلت له: يا الله، أنا لا أملك إلا ناقتي هذه أو بعيري هذه، إذا هذا الرجل كان يأتي إلي أنا كنت أذبح له ناقتي وأقدمها له وهي كل ما أملك، وأنت يا الله أولى مني بالكرم، فاعف عنه. قال هذه الكلمات التي قالها ذلك الأعرابي: نفعتني في قبري. واحد ينبغي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعامله وأن يعامل الآخرين بهذا النحو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من عذاب القبر وعذاب الآخرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي